لكن ما يخص بقى تفاؤل جمهور الاهلي ومارسيل كولر، الكابتن محمد يوسف المدير الفني السابق للاهلي، نشوف رايه فيها ايه. طبعا يحصل تفاؤل لان السنه او الموسم الماضي جمهور الاهلي عانى كتير، اكيد مع تعاقد مدير فني جديد اكيد الجمهور متفائل، ودايما جمهور الاهلي بيبقى متفائل بعد الانكسارات او بعد الخسارات اللي هي بتحصل، بيحصل نوع من التفاؤل عند الجمهور لان عنده ثقه في الاداره، وعارف ان الادارات في النادي الاهلي بعد الانكسارات وبعد الدروب اللي بيحصل بترجع مفترض في انتفاضه سريعه، بيحصل انتفاضه سريعه. دي نقطه. النقطه الثانيه تغيير جهاز فني، والراجل مارسيل كولر جه تولى المسؤوليه، فطبعا دي عامله نوع من التفاؤل عند جمهور الاهلي. وفي نفس الوقت الراجل مسك انديه برضو نقدر نقول جيده، لا اسمها انديه جيده، النادي الاهلي مكان خصب جدا واداره واعيه وجو واتموسفير مناسب جدا لاي مدرب انه ينجح. طب كابتن يوسف، انت شايف من الناحيه الفنيه الاهلي محتاج كم كبير من الصفقات؟ هل شايف انه لازم يبقوا 10 صفقات او 9 8 صفقات؟ لا لا، انا شايف ان 10 كتير. احنا لابد ان ما نفقدش الثقه في لاعبتنا، لاعبتنا موجوده وعندها يعني، هي بس كل الموضوع ان كان فيه يعني تجديد دوافع، محتاجين عزيمه اكتر، دوافع اكتر، وضوح يعني، وضع اهداف جديده يشتغلوا عليها. طيب عمليه تقييم مستر كولر واضح انها لقي ارتياح استاذ ابراهيم عند الخبراء اللي هم لعيبه سابقين او مدربين سابقين، عند الاعلام اللي استطاعوا ان يلمسوا تعامله الهادئ مع الاعلام، عند زمايله، عند زمايله اللي عاصروه سواء كان مدربين او لاعبين. ففي رامون فيجا، قبل رامون فيجا الحقيقه محمد يوسف، لانه كمان مدرب قعد في المكان اللي قعد فيه كولر، فكلامه فيه نقطتين مهمين جدا. هو كمدرب لامس انه النادي الاهلي مكان خصب للنجاح، قال لك في اداره وفي سيستم وفي جمهور. هنا الجمهور ده الضلع المهم جدا اللي محتاج يكمل السنه دي، لانه الاهلي عانى الموسمين اللي فاتوا من هذه الأزمة اللي حصلت عند الجمهور، وازاي الجمهور في فترات كتيره جدا ضغط على الفرقه، وازاي قدر الاخرين يستدرجوا الجمهور الاهلاوي لمنطقه يضغط فيها على اللعيبه. يوسف رايه او الكابتن محمد يوسف انه الاهلي ممكن يكون مش محتاج صفقات كتيره. مهم النقطه دي، خلي بالك. ليه؟ لان قال لك عنده لعيبه كويسه ما تفقدوش الثقه فيها. ورجعوا شوفوا زي ما الاستاذ حسن المسكاوي قال الاسبوع اللي فات، لغايه الاسبوع 15 او 16 من الدوري السنه اللي فاتت، الاهلي احسن فريق بيحقق احسن نتائج ولاعيبته احسن سكواد. مش احسن نتائج، ده بيحقق نتائج غير مسبوقه. وعنده سكواد كان كله بيتغنى بيه، حتى اللي كانوا عايزين يقللوا من حجم نجاح موسيماني يقول لك الاهلي جايب له لبن العصفور، والاهلي جايب له سكواد احسن سكواد، والاهلي عنده دكه قويه، كل ده كان بيتقال لغايه الاسبوع 15 او 16. بعد كده دخلنا في مرحله المؤجلات المضغوطة، والكيرف بدأ ينزل، وضغطوا جامد جدا ونجحوا انه يستدرجوا الجمهور للضغط معاهم على الاهلي. افقدوا اللعيبة ثقة، فقدوا ثقة اللعيبة مع الجهاز، وايضا استمر الضغط على موسيماني لغاية ما تعبوا من الارهاق وزيادة نسبة الاصابات وعدم استقرار التشكيل، حاجات كتير جدا استاذ ابراهيم الموسم اللي فات ده يعني لازم ننتبه لها. لازم ده يعني لما تحط عنوان كده ما لا ينبغي ان يفعله المسؤول في كرة القدم. ما لا ينبغي ان يفعله المسؤول عن كرة القدم، مش في النادي الاهلي. ايوه، تم تنفيذه مع النادي الاهلي بشكل، عشان اقول لك ما تعملش كده. طيب، في يعني ظاهرة كويسة في الإعلام الرياضي عندنا، إنه كتير من البرامج بقى مهتم في معرفة رأي الأطراف الأجنبية. تلاقي في برامج كتيرة، وسائل الاتصال ساعدت على كده، مداخلات مع مدربين، مع لاعيبة أجانب، مع خبراء، مع صحفيين أجانب،
وده كويس، ده بينقل او بيقدم راي مضاف، راي جديد.